ومحطتنا الأخيرة من صباحنا غير راح نكون فيها بعالم التغذية ونحكي عن المكملات الغذائية، ما لها وما عليها وما إذا في آثار جانبية ممكن تكون وأيمت ممكن نستخدمها. كل هاي التفاصيل أكيد راح نعرفها مع اختصاصية التغذية وردة جبور. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وردة، وأهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي شو هي المكملات الغذائية، شو هي يعني شو هي فوائدها، كيف الأجسام بتتقبلها وفي أجسام ما بتتقبلها. هلا اول شيء خلينا نبلش احكي انه شو هي اهم المكملات. ثلاث انواع مكملات غذائيه هي اللي فينا نقول اللي اكثر شيوعا وبنفس الوقت هي المسموح فيها انه نحن ناخذها، الباقي ما وجدت دراسات انه هي ذات فائده وبنفس الوقت ما بنسمح فيها. هلا خلينا نبلش باول شيء بالالكارنيتين اللي هو بيجي نوع من انواع الحبوب، هو مشتق من الاحماض الأمينية. هلا هو بيعطي طاقة أو هو بيفوت بال يعني بال ATP سايكل أو بعملية يعني الشيء يعني نحن بنفوت بسايكل أو ب يعني سلسلة لحتى نعطي طاقة، هو بيشتغل ككو انزيم لحتى يعطي طاقة، فهدول الأشخاص بياخذوا لحتى الأشخاص اللي مثلا ما لهم دائما عندهم طاقة ليلعبوا، ما بيلعبوا بكفاءة عالية أو ما بيقدروا يحملوا أوزان عالية، بياخذوا الألكارنيتين لحتى يزيد كفاءة شغلهم أو الجهد الرياضي اللي فيهم يعملوا. بس هو ما فيهم ياخذوا الاشخاص اللي بيعانوا من غده درقيه او قصور بالغده الدرقيه لانه يعني بيزيد اعراض الاشخاص اللي عندهم غده درقيه. بتاخذ قبل بنص ساعه لربع ساعه من الجهد الرياضي اللي هن بدهم يعملوه، طبعا بياخذوا اغلب الاشخاص اللي هن بدهم يزيدوا كتله عضليه او اللي بيلعبوا مقاومه وكارديو الاثنين. هلا بننتقل للنوع الثاني من المكملات الغذائيه واللي هو بنسميه برانشد شيد امينو اسيد، اللي هو نوع من احماض الامينيه المتفرعه السلسله. بيضم ثلاث انواع من الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هن لوسين وايزولوسين والفالين. هذا الميزه فيه انه هو هدول الانواع الاحماض الامينيه الثلاثه دغري بتروح على العضله، يعني مو مثل باقي انواع الاحماض الامينيه اللي بتمر بسلسله للجهاز الهضمي للكليه، يعني هو سريع الامتصاص. فينا نقول انه هو دغري هذا الحمض الاميني بناخده، فينا ناخده فورا حتى بعد التمرين او في اشخاص بياخذوه من ضمن التمرين، هذا الحلو فيه. وكمان هو بيزيد الكتله العضليه، بينزل الكتله الشحميه، يعني بيساعد الاشخاص اللي بدهم يزيدوا كتلتهم العضليه. ننتقل للاكثر شيوعا اللي هو مصل اللبن اللي هو بنسميه واي بروتين. هلا هاد نحن اغلب الاشخاص اللي بيكون عندهم مثلا لبن بيشوفوا هيك طبقه مي بتكون موجوده واللي هي وهذا مصل البروتين، واغلبيه العالم هي بتكبه واللي هن ما بيعرفوا انه هاد نوع من انواع البروتين هو كثير مفيد. طبعا هلا اللبن في نوعين من الاحماض الامينيه، فيه كازيين وفيه مصل الحليب. هلا مصل اللبن سوري، وقت نحن من نحن بدنا ناخذ مصل اللبن لانه هو يعني كفاءته اعلى من نوع الكازيين، يعني نوع البروتين الثاني. فبضم كمان ثلاث انواع اللي هن كونسنتريد، اللي هو يعني اول ما نفصل مصل اللبن عن يعني الواي بروتين عن اللبن بيطلع الكونسنتريد واي بروتين اللي هو فينا نعتبره حمض اميني اولي، يعني هو ما انه مهضوم مثل انواع البروتينات اللي هلا رح نحكي فيها. النوع الثاني اللي هو هايدرولايز اللي هو بيجي يعني هو مهضوم او مهضوم عن الكونسنتريد، بس هو الحلو فيه انه هو مسحوب فيه منه سكر الحليب، لبعض الاشخاص بيعانوا من حساسيه لسكر الحليب او عندهم يعني بصير عندهم غازات بصير عندهم اسهال، هدول الاشخاص بيقدروا ياخذوا الهايدرولايز اللي هو نوع من انواع يعني نوع من انواع مصل الحليب بس مهضوم جزئيا نوعا ما وما بيعذب بالهضم وما بيعزز حتى بامتصاص، يعني لتوصل هذا البروتين ليوصل على العضله ما بيسرع شوي من النوع الثاني. اما النوع الثالث اللي هو اكثر شيوعا بنسميه ايزولايت اللي هو
الحلو فيه انه فيه 90% احماض امينيه، قليل كثير بالسكر وقليل بالدهون مقارنه مع الاحماض الثانيه. هلا اللي لازم نعرفه انه نحن في عندنا فتره ذهبيه بعد الجهد الرياضي. هي الفتره الذهبيه يعني نحن وقت بنلعب رياضه او بنلعب مقاومه، خلينا نقول بيصير في عندنا تكسر لجزء من العضلات. فنحن بهي الحاله نحن بس ناخذ نشويات وبروتينات وننام بشكل منيح ونشرب مي ب 3 لـ 4 لتر، بهي الحاله نحن بنقدر نعوض هذا التكسر العضلي، وبهي الحاله ممكن نبني عضلات. فنحن فينا ناخذ البروتينات بهي الحاله. طيب خلينا نحكي وردة عن الطريقة الصحيحة بالتناول لهي المكملات. ذكرتي قبل بنص ساعة، كمان بدنا نشوف كثير من الشباب خصوصا بيحبوا يبنوا كثير عضلات وبياخذوا يمكن بكميات شوي كبيرة، كل الأشخاص بيقدروا ياخذوا المكملات الغذائية؟ هلا بس خليني أصحح فكرة، إنه هو بس الألكارنيتين بيقدروا ياخذوه قبل بنص ساعة، بس اللي هو بيعطي طاقة. تمام، اللي هو بيعطي طاقة، بس هو البروتينات الباقية اللي كنت عم بحكي منها اللي هي البودرة أو السكوبات بسموا يعني المكملات الغذائية من البروتينات، حسب الهدف منها نحن بناخذها. يعني إذا الهدف مثلا بناء كتلة عضلية فغالبا بياخذوها بعد بنص ساعة من الجهد الرياضي أو خلال التمرين أو قبل التمرين، فهذا بيختلف حسب الهدف اللي نحن بدنا نعمله. هلا السؤال الثاني، بس كل الأشخاص بيقدروا ياخذوا مكملات؟ لا طبعا. هلا أنا بشوف إنه يفضل نحن نعتمد على الأكل على إنه نحن نعتمد على المكملات الغذائية. هلا في أشخاص هن ما عندهم وقت أو مثلا ما عندهم وقت يطبخوا أو مثلا ما عم يقدروا ياكلوا البروتينات المطلوبة لأي سبب إن كان، ممكن يستخدموا المكملات الغذائية. بس نحن في كتير شغلات مصادر غذائية موجودة هي بتقدر تعطينا كمية بروتين عالية. يعني مثلا لنفترض نحن نحكي بصدر الدجاج، هو بيعطي تقريبا 21 جرام بروتين. هلأ لكل شخص هو لازم ياخذ، كل شخص بالعموم لازم ياخذ بالحالة العادية 0.8 جرام لكل 1 كيلوغرام من وزنه. فهو بتختلف حسب قديش الجهد الرياضي اللي عم يعمله. يعني معنا من 0.8 ل 1.5 جرام لكل 1 كيلوغرام من وزنه، بهي الحاله لازم يعرف قديش هو بياخذ بروتين. هلا في كثير عندنا مصادر مثل ما قلت، انه مثلا لنفترض حدا وزنه 60، تمام، بده ياخذ 1 جرام لكل 1 كيلوغرام، يعني بياخذ 60 جرام من البروتين. ففيه يحصلون بهي الحالة من الأكل. لنفترض مثلا صدر الدجاج فيه 21 جرام، 30 جرام من الجبنة فيه 8 جرام من البروتين، حتى النشويات فيها 3 جرام من كل سيرفينج، أنا عم بحكي يعني كل حصة، يعني مثلا ربع فلقة رغيف خبز هي فيها 3 جرام من البروتين. فنحن حتى البقول، حتى البيض، حتى الحليب، حتى مثلا الطون، في كتير، حتى في أنواع من الخضار فيها بروتين 2 جرام تقريبا. فنحن فينا نحصل البروتين بدون وجود مكملات غذائيه. هلا مين ما بيقدر ياخذها؟ الاشخاص اللي عندهم مثلا الكليتون تعب، عندهم مشاكل فيها، عندهم حصب الكليه، اللي عم يقدروا، اللي هن اصلا الاشخاص اللي ما نو شغلته، يعني مثلا الاشخاص اللي عندهم مثلا كوتش للرياضه هو بيشتغل هي الشغله، فهو ممكن بده يزيد كتلته العضليه. بس ما في داعي نحن نجهد كليتنا لهي الدرجه بحال كان الموضوع بس جمالي او شكلي بس، ما في داعي نحن نجهد الكليه. وكمان الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط او مشاكل مثلا سكري، هدول لازم طبعا يستشيروا الدكتور قبل ما ياخذوا المكملات الغذائيه. تمام ورده، يعني قبل ما نختم خلينا نحكي عن المكملات الغذائيه يلي الجسم بحاجتها. في كثير فيتامينات نحن بحاجتها، عندنا نقص فيها وما عم نعرف ناخذها من الاكل. بتنصحي انت كاخصائيه تغذيه انه نحن نلجا لهي المكملات، مكملات الفيتامين، لحتى جسمنا عوضها، لحتى ناخذ الجرعات كافيه؟ وقديش من الزمن لازم نريح جسمنا او ناخذ هي الجرعات؟ يعني في عالم خلص قلتي لهم خذوا فيتامين د مثلا، عندكم نقص فيه، خذوا هالقد عيار بياخذوه؟
وبيضلوا كثير وقت، ولكن لا نحن بنعرف انه لازم بعد مده زمنيه تتراجع. هذا الفيتامين لازم يتاخذ مع زبده بالوقوف مع الشمس. في كثير مكملات غذائيه وفيتامينات هي لها خصوصيه ولها مده وفتره زمنيه محدده، صح؟ صح اكيد. هلا طالما نحن هلا بما انه نحن يعني صعب صارت التكاليف، فينا نقول التحاليل مكلفه نوعا ما، فنحن بنلجأ بداية للأعراض أو تقديريا، بس بداية نحن بنشوف الأعراض، يعني مثلا تساقط شعر، مثلا الأظافر عم يطلع لها مثلا بقع بيضة، أو عم تاخذ خطوط أفقية أو طولية، يعني بدنا نشوف شو الأعراض اللي عم يعاني منها هذا الشخص، وعلى أساسه بنحكم إذا هو بنقول له إنه يحلل. بس إذا هو شخص قادر يحلل التحليلات بشكل دوري طبعا هذا الشيء بيكون أحسن. هلا كمان في فكره انه نحن غالبا الاشخاص بياخذوا مكملات غذائيه فيها كل المصادر، بس هو ما بنعرفه انه هذا الشيء عم ياثر على امتصاص بعض، يعني نحن وقت عم ناخذ مثلا مكمل غذائي فيه حديد وفيه كالسيوم وفيه مثلا عجقه تماما 42 و72 فيتامين بكبسوله واحده، يعني هي عم ياثر على امتصاص بعض، يعني هذا الشيء اللي نحن ما بنعرفه. في مثلا فيتامينات هي ممتصه بالدهون مثل ما قلتي، مثل الفيتامين د او الاي والدي والاي والكي، يعني بنسميه الادك، هن مجموعه من الفيتامينات هي بتمتصوا مع الدهون، فنحن لازم ناخذهم مع وجبه دسمه. في مثلا مثل بما انه مثلا نحن لنفترض اخذنا مثلا كنا اكلين مشتقات البان اجبان واخذنا حبه الحديد، فامتصاصه ما بيكون بكفاءه مثل اذا نحن عم ناخذه مثلا مع وجبه فيها حديد او فيها فيتامين سي لها حتى تزيد امتصاصه. فنحن اول شيء منتابع الاعراض، اذا صار في علامات يعني مثلا ملحوظه عند هذا الشخص وهو اللي لازم يحس. ثاني شيء فينا نحن ناخذ وقائي بس بفتره معينه، بفتره زمنيه معينه مع استشاره الطبيب. يعني معلومات كثيره اخذناها منك ورده، بنتمنى لك باقي نهار ظريف وشكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك، واكيد نتمنى الصحه لجميع المشاهدين. شكرا كثير لك ورده جبور، اخصائيه التغذيه. ميرسي لك ونهارك سعيد.